مبادرتنا بتنطلق اللي هو آخر يومين في رمضان بتكون لمساعدة أهل الخير. يعني كل بنت من البنات بتعرف حد أسرة محتاجة هي بتوصل بتاخد إلها بتوصل لغيرها كمان، يعني برضو كلهم هدول محتاجين، يعني انت عارف الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني بيجي يعني واحد يكون ابن خير، يعني اهل الخير بتيجي بتعطينا مثلا فلوس بحق الكمية، يعني حوالي 100 كيلو 200 كيلو بنسويه وبقولوا فرقوا على الغلابة والمساكين. بنعمل الكعك وبنوزع، بتوزع على الجيران اهم شيء لانه يعني بشموا الريحه، اكثر ناس بتاكل عند الجيران، والاطفال بيجوا بتقطقوا على الباب وبتقول لنا اعطوهم، تعطيهم والله سواء فقير ولا غني لانه الريحه الكل بعشق.